السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وإن شاء الله مكملين على الفيديو اللي فات اللي شرحنا فيه سيلكتيف هارمونيك إليمينيشن، واستخدمنا النيوتن رافسون ميثود عشان نبدأ نحصل على ألفا 1 وألفا 2 اللي من خلالهم نقدر نقضي على الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك الموجودين في الويف اللي عندنا. في الفيديو ده احنا قلنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا الالفا 1 والالفا 2 اللي احنا جبناهم في الفيديو اللي فات، عشان كده بنصح الناس يروح على البلاي ليست الخاصه بالانفرترز، ممكن بكل بساطه تجيبها من على القناه عندي او تكتب على اليوتيوب انفرترز عبد الرحمن فرغلي او عبد الرحمن فرغلي سلاش انفرترز عشان تطلع لك البلاي ليست بتاعت الانفرترز، وابدا اتفرج على الباي بولر سيلكتيف هارمونيك اليمينيشن باستخدام النيوتن رافسون مبدئيا، وبعديها ابدا تابع معانا الفيديو ده. خلاص، في الفيديو اللي فات احنا بدانا نستخدم النيوتن رافسون وبدانا بانيشال الفا 20 و30، وبعد ما خلصنا طلعت لي الانجل بتاعتي الفا 1 23.9 والالفا 2 33.45، دي المفروض ديجريز. خلاص، احنا عاوزين نحولهم لتايم. ليه؟ لو انا رجعت للشكل اللي قدامي فانا المفروض وانا بدي بلسات عشان ابدا اطلع الخارج بتاعي بشتغل زي ما احنا عارفين بنشتغل بالتايمز، وبالتالي انا عندي ال 20 مللي سكند اللي هم الفريكوانسي بتاع الاوتبوت ويف بتاعتي هو ايكوال لل 360 ديجري، فالمفروض ان انا احول الفا 1 تبقى تايم واحول الفا 2 تبقى تايم، وبعد كده استخدم طرق معينه ان انا احصل على الشكل اللي قدامي ده. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات انا كل اللي انا اعمله ان انا ارسم اول باي اللي هو الجزئيه اللي فوق اللي هو الفا 1 اللي هي فيه سيجنال، بعد كده من الفا 1 لالفا 2 مفيش سيجنال، وبعد كده من الفا 2 لباي على 2 فيه سيجنال، وبعد كده من باي على 2 بلس الفا 1 فيه سيجنال، وبعد كده من باي على 2 بلس تي 1 لحد تي 2 لباي على 2 بلس تي 2 مفيش سيجنال، وبعد كده لحد باي فيه سيجنال. العلاقه ما بين اللي قبل الباي وبعد الباي هو النوت بتاع السيجنال. يعني انت لو جيت الجزئيه اللي قبل الباي عملت النوت بتاعها هيجي لك الجزئيه اللي بعد الباي. طب العلاقه ما بين البلسات بتاع السويتش اللي فوق بتاع الهاب بريدج والسويتش اللي تحت بتاع الهاب بريدج هو النوت بتاع كل البلسات اللي فوق. فكل اللي انا قلته ساعتها قلت لك اللي احنا هنعمله ان احنا هنرسم بس الجزئيه من صفر الباي، ولو انت رسمتها اوريك ازاي بالماتلاب بتطلع البلسات دي كلها. فتابع معايا الفيديو عشان هيفرق معاك جدا 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 ازاي تستخدم التولز اللي هوريها لك بحيث ان انت توصل للشكل اللي قدامك ده، طبعا باستخدام الماتلاب. خلاص، طيب اول حاجه احنا هنعملها ان احنا نحول الالفات اللي قدامي لتايمز، يعني انا هسمي تي 1، تي 1 ده كل اللي بيعمله ان انا هاخد الفا اندرسكول نيو اوف 1 اوف 1 يعني ايه؟ اللي هو ال 23.9 ديجري، واضربها في 20 مللي سكند واقسمها على 360، يبقى انا كده حولتها من ديجري لتايم زي ما انت شايف قدامك كده. طب العلاقه ما بين تي 1 وتي 2 اهو، هتعمل كوبي كنترول في، هيبقى عندي تي 2 بس المره دي انا هاخد الاليمنت الثاني واضربه برده في نفس الموضوع، هتلاقيه اتحول اهو، يبقى انا جبت تي 1 اللي هو بتاع الفا 1 وجبت تي 2 اللي هو بتاع ايه؟ الفا 2. وهسمي حاجه اسمها تي نود، التي نود دي هخليها 1 اي سالب 9، هقول لك دي هتعمل لي ايه وهتساعدني في ايه. خلاص، طيب بعد ما عملت كده ابدا اروح للسيميلينك. الناس تتابع معايا وتركز معايا جدا 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 في اللي هنعمله واللي هنقوله واللي هننفذه عشان نحصل على الويف فورم اللي قدامنا دي بمنتهى البساطه. بمنتهى البساطة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا شغالين باي بولر. باي بولر سيلكتيف هارمونيك اليمينيشن. في نوع تاني زي ما قلت لك في يوني بولر، دي الجزئية اللي جاية برضو هندي عليها مثال ونشتغل عليها بإذن الله. خلاص، طيب. الجزئية اللي أنا ببني عليها دي لازم أنت تكون عامل الخطوات دي كلها اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات، وتعمل رن، وبعد ما تعمل رن تعمل الجزئية دي بتاعت التي، ممكن تدفع على الكود فوق. تاني ممكن تدفع على الكود فوق، يعني انت تاخد الجزئيه اللي انا عملتها بتاعت تي 1 وتي 2، يعني انت تيجي تقول هنا تي 1 تاخد ده كوبي وتحطه في الكود بتاعك فوق، حط هنا سيمي كولون الاول تحطه هنا، وتاخد الجزئيه بتاعت تي 2 برده وتحطها فوق اهو في الكود بالشكل ده، وتاخد برده الجزئيه بتاعت التي نوت وتحطها في الكود بتاعك. يبقى انت ايه؟ هتفرج على الفيديو اللي فات وتضيف في الكود بتاعك الجزئيه اللي احنا ايه؟ حطيناها النهارده واللي بدأنا بيها ايه؟ بدأنا بيها النهارده.
كنترول في. خلاص يبقى انا كده جبت الانجلز الجديده اللي هتعمل لي اليمينيشن للثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك، وبعد كده حولت الديجري لايه؟ لتايمز. خلاص لو انا عملت اهو ران من اول وجديد، رحت للخانه بتاعت الايديتور وعملت ران، هتلاقي ان فعلا اتنفذوا واتخزنوا. ليه؟ لان انت عمرك ما هتعرف تشغل الجزء اللي جاي الا لما يكون الكود مفتوح وتعمل له ران، عشان الحاجه تبقى موجوده في الورك سبيس لما تروح للسيميلينك يقدر يقرا السيجنال من الورك سبيس عندك. محتاج ايه انا بقى؟ ركز معايا بقى. محتاج ريبيتنج سيكونس، محتاج مالتبلاي، محتاج بالس جنريتور، محتاج ريليشنال اوبريتور، ومحتاج سكوب طبعا. خلاص يبقى انا هروح على طول اجيب الحاجات دي، هروح على طول اجيب الحاجات دي. يبقى انا هعمل بالظبط كده، هنفتح الموديل ونكتب، اكتب معايا وهتبدا تسيرش على ريبيتنج سيكونس. معلش طبعا وارد جدا الماتلاب يعلق معانا سنه، فمش مشكله خالص. هنكتب اهو ريبيتنج اهو سيكونس، ومحتاج ملتبلاي، محتاج بالس جنريتور، محتاج ريليشنال اوبريتور، و محتاج لوجيكال اوبريتور. ده الاهم، ممكن ده ما نحتاجوش. ومحتاج سكوب طبعا عشان يطلع السيجنال اللي قدامنا. في اللوجيكال اوبريتور انا محتاج حاجتين، محتاج النوت ومحتاج الاور. فهنبدا بالاور اهو، اوكي، وبعد كده هجيب النوت بالشكل اللي قدامي ده، اوكي. بالس جنريتور اللي احنا هنشتغل بيه، احنا عندنا الفريكوانسي بتاعنا 20 ملي سكند، وهنجيب بالس جنريتور 50 ايه 50% ايه اون و 50% اوف. تعال نبدا بالريبيتنج سيكونس. ليه مهمه الريبيتنج سيكونس؟ ان احنا نرسم الويف فورم بتاعتي من 0 لباي. زي ما قلت لك انا مهم عندي ان انا ارسم من 0 لباي. عندي كام بيريود؟ عندي من 0 لالفا 1 بواحد، ومن الفا 1 والفا 2 بزيرو، ومن الفا 2 لباي على 2 بلس الفا 1 بواحد، وبعد كده من باي على 2 بلس الفا 1 لباي على 2 بلس الفا 2 بزيرو، وبعد كده ب ايه؟ بواحد. يبقى انا عندي 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. يعني كل بيريود من دول هتبدا زي ما انا شايفها، 1 1 ده من 0 لالفا 1، بعد كده 0 0 من الفا 1 لالفا 2، بعد كده 1 1 وهكذا. طب تعالى نبدا نشوف في ريبيتنج سيكونس هنحط الكلام ده ازاي. زي ما قلنا احنا عندنا من 0 لالفا 1 اللي هو بالنسبه لي تي 1، انا حولت الالفا لتايم زي ما قلت لك على الكوماند ويندو، وبالتالي اتخزنت في الايه؟ في الورك سبيس. وانت خزنتها في الورك سبيس ان الفا 1 تي 1 والفا 2 ايه؟ تي 2. طبعا دول في الاول زي ما قلنا 1 1. يبقى انا عملت انه جزئيه؟ عملت الجزئيه اللي في الاول خالص دي. طب الجزئيه اللي بعديها هتلاقي ان انت من الفا 1 لالفا 2 دي بزيرو. طبعا انت في ريبيتنج سيكونس ما ينفعش تكتب نفس التايم مرتين. طب ايه العمل بقى؟ العمل ان انت ممكن تكتب تي 1 بلس تي نود. بقى هنا جت وظيفه تي نود اللي هو اكنها الفا 1 بمايكرو سكند، يعني بعد الالفا 1 على طول. بقيت بكام؟ بقيت بزيرو لحد مين؟ زيرو تاني لحد تي 2. يبقى انا لحد تي 2 المفروض ان انا 0 0. يبقى انا رسمت انه جزئيه دلوقتي؟ رسمت الجزئيه الثانيه. ركز معايا في الجزئيه الثانيه لان هي مهمه جدا. من 0 لالفا 1 اللي هي من 0 لتي 1 انا ب 1، يبقى انا عندي 1 عند الصفر، 1 عند تي 1. من الفا 1 ما ينفعش اكتب من الفا 1 او اكتب تي 1 مره ثانيه في الريبيتنج سيكونس. طب ايه العمل؟ تحايلنا على الموضوع ان احنا حطينا تايم بالنانو سكند بعد تي 1، بحيث ان انت اكنك عند تي 1 عشان تعرف تكتبها مرة تانية. هتبقى بزيرو لحد تي 2 اللي هي الفا 2. جميل جدا، جميل جدا. طيب
بعد كده برضو نفس الحكايه، مش هينفع تكتب تي 2 مرتين، ينفع تكتب تي 2 بلس تي نوت اللي هي بالنانو دي. لحد كام؟ لحد باي على 2. باي على 2 اللي هي ايه؟ ركز معايا، اللي هي 5 مللي. ما انت عندك 20 مللي، ده 360. 10 مللي ده مين؟ ده ال باي. طيب الباي على 2، 10 مللي على 2 او 5 مللي. يبقى انا ممكن دلوقتي اقول من تي 2 بلس تي نوت اللي هي الجزئيه دي لحد 0.1 على 2 اللي هي 5 مللي، دي المفروض ان هي ايه؟ ب 1 1. يبقى انا اجي هنا هقول 1 1. دي من كام لكام؟ زي ما انت شفت اهو، من تي 2 بلس تي نوت اللي هو من الفا 2 يعني، لحد كام؟ لحد باي على 2 بلس تي 1. يبقى انا هجمع هنا بلس تي 1. جميل جدا. طيب بعد كده بقى عندك برضو من باي على 2 اهي اللي هي 5 مللي بلس تي 1 بلس تي نوت لحد مين؟ لحد باي على 2 بلس تي 2. دي بكام؟ الجزئيه دي بصفار. يبقى انا عندي صفر صفر، هنرجعهم تاني في الاخر. طيب فاضل لك ايه في الاخر بعد الكلام ده بتي نوت اللي هو باي على 2 بلس تي 2 بلس تي نوت لحد 0.1 اللي هي باي، دول بكام؟ بواحد واحد. يبقى انا رسمت جزئيه جزئيه من كام؟ من صفر الباي. أول حاجة من صفر لتي واحد واحد واحد، من صفر لتي واحد واحد واحد، من تي واحد بلس تي نوت لحد تي تو صفر صفر أهو، من تي اتنين بلس تي نوت لحد باي على اتنين بلس تي ون واحد واحد. بعد الكلام دوا من باي على اتنين بلس تي واحد بلس تي نوت لحد باي على اتنين بلس تي تو صفر صفر، ما زود على ده تي نود لحد 0.1 بواحد، وادوس ابلاي اوكي. لما تروح للموضوع ده بص هتلاقي بقت متقسمه ازاي؟ متقسمه زي ما انت رسمتها بالظبط. ولو جبت سكوب دلوقتي وخلينا التايم هنا 20 مللي سكند عشان نشوف 20 مللي سكند، وعملت رن واتفرجت على شكل البلصات، زي ما انت شايف في جزئيه عاوزه تتحسن، في غلطه معينه، في غلطه معينه عندي في الجزئيه الثانيه دي، هنبص عليها. دي اللي في الاخر مقبوله، لكن في غلطه عندنا في الجزئيه اللي في النص دي. طبعا هو يفضل ان انت تروح دلوقتي برضو عشان نبقى واقعيين، ان انت تروح دلوقتي للسولفر وتظبط الماكسيموم ستيب عشان برضو نبقى اكثر واقعيه. واحد اي سالب 4 دام التايم عندي قليل، ونخلي مثلا دوماند برينس ده الايه السولفر بتاعنا. نجرب برضو نعمل رن عشان برضو ايه الجزئيه دي مهمه جدا نعملها. بص اهي ظبطت الدنيا، ظبطت الدنيا. لو كنت رحت عدلت اهو، لازم اظبط السولفر، لازم اظبط السولفر. طب ايه اللي حاصل دلوقتي اللي انا عملته في الريبيتنج سيكونس ده؟ زي ما قلت لك انا رسمت انه جزئيه، رسمت الجزئيه من صفر الباي، وقلنا ايه العلاقه ما بين من صفر الباي ومن باي ل 2 باي؟ من باي 2 باي نوت اللي موجود من صفر الباي. فكل اللي انا اعمله دلوقتي ان انا دلوقتي هعمل ريبيتنج سيكونس، اخد النوت بتاعها. ركز معايا بقى منين الخطوات، هاخد النوت بتاع ريبيتنج سيكونس خلاص، وعندي الملتبلاي برضو عاوزه مرتين. لما اخد النوت بتاع ريبيتنج سيكونس هيعمل لي ايه؟ هرسم لي الجزئيه الثانيه. ما هو انا عندي من صفر لباي
دي الباصات اللي طالعه، لو اخدت النوت ارسم لي الجزئيه من باي لتو باي. طب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ انا عاوز مره اطلع الجزئيه اللي في الاول، ومره اطلع الجزئيه اللي في الاخر، واعمل الاورنج بتاعهم يطلع لي الشكل اللي قدامي. طب مين اللي هيخليني اعمل الجزئيه اللي في الاول، ومين هيخليني اعمل الجزئيه اللي في الاخر؟ البالس جنريتور اللي احنا جبناه. البالس جنريتور ده جميل جدا. انا عامله كام؟ عامله 20 ملي سكند، وعامل البرسنتج بتاعته كام؟ 50%، يعني 50% اون و50% اوف، يعني 10 ملي اون و10 ملي اوف. فلما اجي اخد السيجنال دي واضربها دلوقتي في البالس جنريتور واحطها دلوقتي على سكوب، تعال شوف الرن هيعمل لي ايه؟ هيرسم لي الجزئيه الاولانيه بتاعت البريود، اللي هي الجزئيه اللي هي من صفر الباي. طيب حلو قوي. ونفس السيجنال دي لو اخد النوت بتاعها، بس جيت في البالس جنريتور بتاعي عملت ديلي 1 مللي سكند، يعني اعمل ايه؟ يعني ابدا اوف وبعد كده اون، اللي هو انا 0.1، وحطيت الكلام ده على سكوب وعملت رن، هرسم لي انه جزئيه، هرسم لي الجزئيه اللي هي من صفر من باي تو باي. ركز معايا كده، من باي تو باي اهي الجزئيه دي، ركز معايا كده، شايف الجمال والحلاوه؟ شغل ايه؟ شغل بروفيشنال. يبقى انا عملت ايه؟ اول ريبيتنج سيكونس مضروبه في اول بالس جنريتور بتطلع لي الجزئيه الاولانيه، وبعد كده شفت البالس جنريتور ان هو شغال لي الجزئيه الثانيه، واخدت النوت بتاع الريبيتنج سيكونس عشان يطلع لي الايه؟ الجزئيه الثانيه. لو عملت دلوقتي اورنج بقى، جيت عملت اورنج، اورنج يعني ايه؟ لما يبقى في صفر و1 طلع لي ال1، الاثنين مع بعض، ركز بقى على الجمال والحلاوه، طلع لي السيجنال اللي انا محتاجها، اللي هي دي، اللي هي من كام؟ من صفر ل 2 باي دلوقتي اهو، من صفر ل 2 باي السيجنال اللي انت محتاجه، اهو من صفر الباي السيجنال بتاعتي، اللي هي من صفر لايه؟ ل 10 مللي، اللي هو 0.1، ومن 0.1 ل 0.2 طلع لك اهو 2A 2A توب بالسز كده. لو انا اخدت النوت تاني بتاع الاور ده، تديني السيجنال بتاعه السويتش اللي تحت، اللي هو انه سويتش، اللي هو السويتش اللي تحت. ما احنا قلنا السويتش اللي تحت هو النوت بتاع السويتش اللي فوق، يبقى انا هعمل كده كل الجزئيه اللي فاتت عشان اجيب السيجنال بتاعه السويتش اللي فوق. لما اعمل النوت تديني السيجنال بتاعه السويتش اللي تحت اهو، بلصتين هنا والباقي كله في الناحيه الثانيه اهو. يا سلام يا سلام يا سلام. تاني عملنا ريبيتنج سيكونس بتاعنا من صفر الباي بس، او من صفر الباي، وبعد كده اخدت النوت بتاعه عشان يديني الجزئيه اللي هي من باي لتو باي، والكلام ده بيتكرر لان ده اسمه ريبيتنج سيكونس، يعني من صفر الباي افضل اتكرر، والنوت بتاعه من صفر الباي هيبدا يتكرر. طب ايه اللي هيخليني اطلع اول جزئيه اللي هي اول 10 مللي، ومين اللي هيخليني اطلع تاني 10 مللي؟ البالس جنريتور الجميل بتاعنا. فاول بالس جنريتور بيبقى اول 50 اون والباقي اوف، وتاني بالس جنريتور بيبقى اول 50 اوف والتاني اون، ومره تضربه في ريبيتنج سيكونس دايركت، ومره تضربه في النوت بتاع ريبيتنج سيكونس، والخارج تعمل له اورنج يديك السيجنال بتاعتك. دلوقتي بقى لو جبت الباور جي اي، ركز معايا بقى، وجبت اي جي بي تي ويز دايت، الكلام ده على فكره مش هتلاقوه موجود على اليوتيوب اطلاقا اطلاقا، واثق من الكلام ده. وعندك ار ال سي برانش عشان نجيب الار لود، مثلا نخليه 10، وعندك الدي سي فولتج سبلاي سورس اهو، محتاجين طبعا هاب بريدج يبقى واحد فوق وواحد تحت بالشكل ده، تبدا تدخل ده هنا وتدخل ده كده وده كده وده كده وده كده وده كده، محتاجين فولتج ميجرمنت تحطه كده عشان يقيس لك الفولت هنا وهنا. ومحتاجين سكوب عشان نتفرج على جمال السيجنال وحلاوتها. اول سيجنال هتروح على اول سويتش، والنوت هيروح على تاني سويتش اهو.
ونعمل رن. عندك الفولت كام؟ 100 فوق و100 تحت. لما تعمل رن ركز بقى على جمال السيجنال وحلاوتها. بص شكل الفولتج لما يطلع اهو، عندك اهو اون بوستيف نيجاتيف بوستيف شويه، بعد كده نيجاتيف بوستيف، بعد كده نيجاتيف بوستيف نيجاتيف بوستيف. والسيجنال في الاول من صفر، خلي الصفر الريفرنس بتاعك، هتلاقي السيجنال اللي موجوده في اول 180 بتبدا يحصل لها تكرار تاني في النيجاتيف في تاني 180، شغال اكيوريت جدا. طيب عاوزين نعمل اف اف تي اناليسيس بقى، هنبدا نخش على السيتنج هنا ونخش هنا على اللوجينج ونعمل لوج داتا ونعمل السكوب هنا في اوت وندوس ابلاي اوكي، وتعلي التايم تخليه مثلا 2 وتعمل رن عشان نعرض كام سايكل كده، 20 سايكل. بص شكل السيجنال بقت مليانه ازاي. انا المهم بالنسبه لي ان انا اعمل اف اف تي اناليسز. بص اهو تمام، اروح هنا للباور جي اي تولز اف اف تي، اختار من هنا هو عمل لي الفي اوت، الفاندمنتال فريكوانسي 50 هرتز، نمبر اوف سايكل مثلا 10 سايكل، بيبدا مثلا من 0.2 خلاص، خليها 20 سايكل مش خسرانين حاجه. وبعد كده هنعمل ديسبلاي، تعمل ديسبلاي وتبدا تتابع تشوف الاليمينيشن فعلا عند ال 150 وعند ال 250 كتردد، حصل عمليه اليمينيشن او ديكريز للهارمونيك في الفريكوانسيز دي، وهو ده المطلوب من الاف اف تي اناليسيس. خلاص الفيديو اللي جاي ان شاء الله نبدا نتكلم على اليوني بولر، برضه هناخد مثال ونبدا نشوف ازاي اتعمل، بحيث نبقى شرحنا نيوتن رافسون ميثود واخدنا ابلكيشن عليها برضه، بحيث يبقى الناس الدنيا سهله وبسيطه والدنيا ان شاء الله ما يكونش في مشكله. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، وزي ما احنا شايفين لو احنا يعني صغرنا التايم بتاعنا كخمسه سايكل هتبقى او 10 سايكل هتشوف الشكل اللي قدامك ده، تقريبا خمسه سايكل صح، تبدا تشوف الشكل اللي قدامك لما اقلل التايم بتاع السيميليشن. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، اي حد عنده استفسار او سؤال يبعت لي، ومتنساش تعمل لايك سبسكرايب، اشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.